عادل الباقي عبد اللاوي رئيس المجمع المهني للمخابز العصريه بولايه القيروان. كان عندنا فهمت نقص الايامات في التزود بسميد والفارينه فهمت في ولايه القيروان. الزملاء كلموني وتلموا مع بعضهم وجوا قدام الولايه لهنا. قال لك اخوينا نحن ندي عندنا برشا مسكرين وفما ناس ما خدتش الكوطه نتاعهم فهمني. الاداره الجهويه فهمت للتجاره بالقروين قاعده تنسق لنا مع المطاحن على اساس باش يزودونا. واحد المطاحن هم اللي قاعدين فهمت كل نهار فهمت هم يجيبوا لك اليوم هم يجيبوا لك غدوه فهمني. والاداره الجهويه لهنا فهمت على اساس فهمت قاعدين يربطونا مع المطاحن على اساس باش نتزودوا الناس كلها تتزود فهمني. فما ناس قاعده وصلتها سلعه فما ناس ما وصلتهاش السلعة لتو فهمني. احنا عندنا نقص لهنا فهمت من دروش فهمت ندرا كان النقص هذا كان على القروين ولا في موجود في الولايات الاخرى. مشيت فهمت قابلت المدير العام سي حسام الدين تويتي فهمت بتاع وزارة التجارة على اساس وعدنا باش نتزودوا فهمت المخابز العصرية فهمت نتزودوا الناس كلها تاخذ فهمت سلاحة فهمني. انا قاعدين فهمت ونحنا فهمت كلوا وعدونا من الوزارة على اساس باش ناخذوا السلاح نتاعنا ولتو ما فهم حد شيء. التو فهمت ناقصين فهمت القروين لنا ناقصين فهمني. والإدارة الجهوية هي قاعدة قائمة بالواجب نتاعها على أساس المدير الجهوي يطلب لنا في كل لحظة في المطاحن ونسقنا مع المطاحن على أساس باش نتزودوا. لكن المطاحن هم اللي قاعدين فهمت يمنوا فينا ومازالوا ما بعثوا الناس السلع التو وفما نقص فما نقص كبير في القروين. صاحبي السجني عندي كوشة عصرية نخدم في الخبز مرايد من رواد الاعمال نخدم ورئيس مجمع حلويات والمقروض تاع القروان. تو ما فماش لا خبز ولا مقروض في القروان فهمني. ازمه كبيره فهمني. والقروان ديما ماشي ماخذ حظها والمعامل نكلموهم فهمني ما ولاو ما عادش يسمعونا فهمني. وحتى مشينا للتجاره التجاره ما لقيناش معاهم حل فهمني. يجتهدوا هما لكن فهمني المعامل ماك تعرف احنا في القروان ما عندناش في الساحل وفي صفاق سفواعد يبجلوا في رواحهم هما يبجلوا في الشريط الساحلي. وحتى الاداره والتجاره ما عادش يسمعوا كلامهم معناها كانوا ما عادش ممتثلين. احمد شلبي اليوم مشيت لصفاق على اساس من المطحن مش نعبي في السميد. قالوا لك بالنسبه للقروان ما عندكمش كان نهار الخميس. شوف عندي تو 4 شهور ولا 5 شهور كل شهر نخ في زوز طرانت ما عادش روحي يا نسكر يا نحل يا نطارد الخدامة مانيش عارف بالضبط. مشينا شكينا جينا لهنيك البلايص الكل مشينا ما ضم حتى شيء. اليوم قال لك هاني مشيت هاي فلوسي في جيبي ما حكي زيد لا عبيت شيء مسكر عندي 4 أيام ولا 5 أيام. واقفة احتجاجية جينا اليوم على أساس بس الوالي باش يشوف لنا حل شوف بالضبط باش نعمل بالضبط. كلها مسكرين واحدة برك محلولة هي واحد ما عنده سلعة اللي بقيت رمضان هذيك بقيت العيد. لا محمد رسول الله عندنا من يقارب 9 كوش عشوائي. لا لا ثم المدعمين ثم يمكن يجي 11 مدعمين 9 عشوائي هذو نتاع المخبز العصري عشوائي. الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.